أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وكلاً فضلنا على العالمين وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله Baik, selanjutnya kita akan saksikan penampilan finalis keempat dengan nomor peserta 66 yang akan membawakan surah An-Nur dimulai dari ayat 4.